حلم روح وحي الكتابة. حلم يولد من روح تهيم في وحي الكتابة، وهمسات الليل تتناغم على أوتار الأحلام، بعذب الألحان تترنم الأقلام بتلك النغمات، تحملني إلى عالم من الجمال، تبعث في وحي المقاصد. أترى ذلك الأفق من بعيد يلهمني أبجديات القصائد، ويرنو القمر ساكنا في العتمات سائلا، ما بالك حيرة؟ أهدوء الليل أم أن عذب اللحن أرهقك؟ أم تراها تلك الروح هامت بين ترانيم الحروف ومواويل الهوى؟ لا تسألني عن الأماني، فصمتي مرآة ذاتي، وصوتي أنغام خيالي، ولحني حنين ذكرياتي. إيمان صفاقس تونس، في 9 جويلية 2020.